طيب هل يعني البعض طبعا شاف أزمة الملاعب وتابعناها بشكل كبير، هل أنت شايف حضرتك إن كيفية تعامل موسيماني مع اللاعبين في إن ملعب محمد الخامس اللي هتقام عليه المباراة والجماهير طبعا والجماهير اللي هتكون موجودة بكثافة، كيفية التعامل معاها قدام الوداد المغربي؟ مش أول مرة إنك أنت تتعامل مع الجماهير دي وكسبت الجماهير دي كلها على أرضها قبل كده. تاني حاجة على رأي محمد الشناوي، الجماهير دي في الملعب ما بتلعبش، إحنا اللي في الملعب بنلعب تحت. وأعتقد إن المغرب مليانة أهلاوية كتير قوي، يعني أنت مش هتلاقي الملعب وداد بس، ده في ناس هتيجي من تونس وناس هتيجي من الجزائر وناس هتيجي من بره مصر اصلا عشان بتتكلم يجي على مصريين مشجعين يعني. مصريين مشجعين ومشجعين بيحبوا النادي الاهلي من جميع بلاد العالم، يعني يعني دولة الوطن بس العربي بس اكيد مش كتير. جنسيتهم مش مغاربة يعني، حضرتك تقصد لا ان هم هتلاقي مصريين عايشين في المغرب كتير جدا، بس هي كيفية الحصول على التذكرة، يعني الفير في التعامل انك انت زي ما قالوا النهارده ان احنا لينا 10,000 تذكره، ازاي هيوصلوا لنا 10,000 تذكره دي؟ هي دي راح تتحدد في 48 ساعه اللي جايين يعني. مشكورا مؤسسه النادي الاهلي قامت على تذليل جميع العقبات بالنسبه للجماهير للذهاب للاعبين نفسهم، خلاص لعيبه محترفه وعارفه هي رايحه فين وعارفه هي رايحه تجيب ايه وعارفه هي بتلعب على ايه. تلعب على اولا واخيرا بطولة افريقيا ال11 للنادي الاهلي اللي هم كان ليهم الشرف فيها في بطولتين ورا بعض الحقيقة، انجاز كبير جدا يعني. فخلينا نتكلم بوطنية شوية، الاهلي النهارده محط انظار العالم كله، ان بايرن ميونخ تشيلسي ريال مدريد الناس دايما عارفة، يمكن اكتر الاندية اللي بتبقى موجود في كاس العالم الاندية هو النادي الاهلي. اكثر الاندية اللي بتعمل تنشيط لاي بطولة بتحصل هو النادي الاهلي. الاهلي مش موجود في اي بطوله الحقيقه، بيبقى دمها تقيل ومفيش عليها اقبال ولا في عليها اي حاجه. يعني بنتمنى عوده لاعبي النادي الاهلي بالكاس اللي هم يستحقوه الحقيقه رغم الظروف. يا اسلام اسلام، هو احنا ليه ما بنقولش الظروف اللي الفرقه دي معديه فيها؟ ده نص الفرقه بل اكتر مصابين، ضغط مباريات في الدوري المحلي ما تفهمش ليه، يعني زي ما يكون الاهلي ده من بلجيكا يعني مش من مصر. النهارده رايح على بطوله بوفر له جميع، زي ما اتاجل كده الماتش اللي كان عايزين يلعبوه بتاع اسر قبل، يعني كل ما نيجي رايحين نلعب سان داونز يقول لك هتلعب ماتش قبلها بيومين وتروح تلعب سان داونز، مش عارف الحكايه دي. لا مع الاهلي ولا مع الزمالك ولا مع بيراميدز ولا مع المصري ولا الناس اللي هي بتبقى في المربع الذهبي ده هم بيلعبوا افريقيا، الحاجات دي لازم تتلغي. لازم يبقى في تعاون اكتر من الحياه كلها على رفعه الكره المصريه. هديك شايف احنا بنوصل الفاينلز في افريقيا بلعيبه منهكه، يعني واللعيبه بتلعب 120 دقيقه غصب عنها، وبعدين نرجع نتكلم على اللعيبه دي كمان. طيب.